السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم، معكم احمد الامين في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله وصلتنا بطاقة سيم، وهي بطاقة لابوست، بطاقة سيم كارد سيم مجانية. هذا هو الظرف البريدي الذي وصلني اليوم فقط، طلبتها لاكثر من مدة شهر على ما اظن ووصلتني اليوم فقط. سوف نفتحها معا في هذا الفيديو لمراجعة هذه البطاقة كما تشاهدون معي. وتجدون معي تجدون هنا عنوان، وتجدون هنا ايضا الاظرف البريدية، وهي بطاقة لا بوست كما تشاهدون معي فرانس، بطاقة لا بوست كارت سيم. الان نفتح الظرف البريدي. كما تشاهدون معي، لا اعلم اول مرة افتح هذا الظرف البريدي في هذا الفيديو كما تشاهدون معي. اذا هذه هي البطاقة، وصلتني هكذا. لا اعلم ماذا يوجد داخل الظرف البريدي. نعم هذا هو الأذن. كما تشاهدون معي هذا هو البطاقة، بطاقة سيم لابوست موبيل، وهي بطاقة فرنسية كما تشاهدون هكذا. من هنا يمكننا ان نفتح البطاقة هكذا. هذه هي البطاقة لابوستسيم.fr. هذه هي البطاقة، بطاقة كارت سيم لابوست بالشرائح الثلاث كما تشاهدون معي، بالشرائح الثلاث. لا أعلم إن كانت تظهر جيدا. هذا الكتيب لوصف البطاقة باللغة الفرنسية. إذا كان هذا هو الفيديو لنهار اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بجديدنا، واللايك لايك للفيديو. سلام في الفيديو القادم.